فهمتي الاسم نبيل، نبيل مقيم بمدينة المحمدية الحسنية واحد، بالضبط انفاس الاجونس ساتيام. نعاود داكشي بالتفصيل بالتوضيح من الاول، فهمتي ان السيارة كنت دويش مع مولاها شي سيمانة قبل، تفاهمنا واش قادينا في الثمن، من بعد بالاثنين تفاهمنا على الاثنين غنمشيو نديرو نتكاشفو ونقادو المسائل القانونية. الاثنين اللي هو 2/28 شهر 11 كملنا الاجراءات القانونيه في الصباح، خلصوا سالينا الامور ديالنا مع الجوج تقريبا، كنا قادين الامور كامله. خلصت لها لاسيرونس، حطيتها قدام الباب، بقات قدام الباب. ثلاث خلصت لاسيرونس، قادي الطوموبيل، درت لها نيتواياج المسائل حيت ما كانش عارف الحاله ديالي، يلاه خديتها مع السيد هو كان غير حاطه وكذا وهادي. المهم ثلاث باش عندي قدام الدار الاربعاء اللي هو 30 شهر 11 بالضبط مع السبعة الاروب كما هو موضح في الكاميرا ديال اللي كاينه ديال الجيران، جاو هزوها من قدام الدار. كيفاش هزوها؟ ديماروها ولا هزوها بالريفار؟ لا، جاو دخلوا ديمار والشفاره، جاو لها في الصباح مع السبعة الاروب بالضبط. السبعة الاروب حلوا الباب، عندهم كونتاكت، حلوا الباب، ديماروا، زادوا. يعني هاد الناس هادو عندهم كونتاك، عندهم كلشي. بطبيعه الحال الا ما داروا، ما خلاو حتى شي اشار ديال شي ضارب ولا جاج ولا شي حاجه، كما موضح حتى في الكاميرا، راه عطينا التسجيل للبوليس. كيبان على انه حل بالكونتاك. حل بالكونتاك، دخل ديمارا وزاد، فهمتي، هما جوج ديال الناس يعني. وهذه ماشي السياره الاولى اللي غتسرق يعني من مدينه المحمديه، ملي مشيت دير الديكلاراسيون اول حاجه بعدا مشيت لفوريانش، مش باقي ما شفت لا كاميرات لا والو. ديك الساعه مشيت لفوريانش هما الاولين، فوالا تاكدت من الفوريانش جوج اللي كاينين في مدينه المحمديه في العاليه، مشيت ليهم قالوا لي ودي ما جات حتى شي طوموبيلات الصباح ولا بالليل. من تما بديت الاجراءات القانونيه ديالي، اول حاجه مشيت للكوميساريه، دليش بالاقوال ديالي بان راه خديت طوموبيل غير والبارح وراه تخادت اليوم مشات ليا في الصباح فقش ما لقيتهاش كذا المسائل، طالبوني بالوريقات المسائل كذا داكشي القانوني، طالعوا على الاوراق المسائل مع عاد من خديتيها فين كانت محطوطه المسائل، دوك الاسئله. نوع السياره هذه اش منها؟ نوع سينا موديل 2000. موديل 2000. طوموبيل باقا نقيه، بيضاء باقا نقيه، ماشي شي حاجه اللي يعني جاو ليها بلاتي. هاد الناس اللي جاو ليها وعندهم كونتاكت وعندهم يعني عارفين الطوموبيل وعارفين فين كاينه، هادو يعني ما كيدخلوش شويه الشك يعني في الاتجاه ديال البلاصه اللي شريتي؟ انا حطيت فهمتي يعني حطيت اللي شريت من عندهم مصدر شك، ومن بعد تبين لي من واحد السيد من اللي لحت لارونس في شي صفحات عبر الفيسبوك، يعني دخل عندي واحد الدري كيعرفني قديم، قال لي ودي انا راه ديك الديز من الحومه ديالكم وراه كانوا لي واحد جوج شمام مشابه فيهم، يعني شكيت فيهم بدوره، هو خاف منهم يعني شي خاف وقطع الطريق مشى للجهه الاخرى وبقى جاري معاهم بقى حاضيهم، بانوا لي حشاركبو مشاو. المواصفات اللي عطاوني يعني اللي عطاني واحد فيهم قريب المواصفات اللي شريت من عند مولاه، قريب المواصفات ديال مولاه، يعني انا ما تفهمتوش بالضبط، ولكن هذاك الشيء خلاني نشك، الاقوال ديالو خلاني نشك، فتا هو بدوره وجبتو وشهد ليا فهمتي، يعني قنعتو كذا وهذه بانه باش يشهد بالاقوال ديالو. نرجعوا للموضوع ديالنا في الاول، يعني ملي مشيت للكوميساري الاجراءات الاولى اللي درت، مشيت للكوميساريه ديال درب مراكش اللي هي متابعه ليا، عطيتهم الوثائق، شافوا الوثائق، سولوني المسائل كذا هذه. من بعد كنتوصل بمكالماتي فيه من عند الجيران، كيقولوا لي بان راه الطوموبيل مشات، راه شفنا الكاميرا ديال جارنا، دير واحد الجار عندنا في الدار، داير واحد الكاميرا حاط حلا طوموبيلته حتى هو، وباينه فيها الطوموبيل ديالي ولكن بعيده شويه، ما باينينش الوجوه، بعيده شويه ولكن باينه ديمارات زادت من بالضبط الوقت فيها مع السبعه لارو، يعني احنا توصلنا لواحد النقطه مهمه اللي هي الوقت. لا طالعوا عليها البوليس، طالعوا عليها البوليس، يعني هاهما خداو الوقت بالضبط، خداو الوقت بالضبط يعني مع اش مشات ديكلاراسيون. انا بين الوقت اللي مشات فيه الطوموبيل والوقت باش ديكلارش، يعني ديكلارش مع ديك التسعود كنت في الكوميساريه، يعني كنت مع التسعود تما
بقيت كنتسنى واحد شويه بما جا الكوميسار قال لك كنتسنى واحد شويه بقينا كنتسناو راك عارف المسائل اللي هي كدا يعني بقيت كنتسنى ميم با واحد نص ساعه تقريبا جا الكوميسار استقبل شي ناس عاد استقبلني انا عاودت لي شنو هو طاري شاف الوراق شاف المسائل بداو في الاجراءات القانونيه اللي غيبدا يعمر ليا اول حاجه اللي خاصها دير بعدا ما دارهاش اللي هي خاصو يلونسيها ملي شاف الوثائق وشاف شافني ان الطوموبيل تسرقات وبانني مشيت للفوريان ما كايناش يعني الطوموبيل مسروقه يعني كتقصد يلونسيها يعني ما لونساهاش هذه اول حاجه ما تلونساش الطوموبيل هذا هو الغلط الوحيد اللي دار يعني كيبقاو متبعين معاك الاجراءات ولكن ماشي لونسيها ما لونساهاش اش غيوقع من بعد غيعيط ليهم الشاف ديالهم داروا رينيو خرجت سنة بقيت كنتسنى شي ساعة المكانة تقريبا رجع كمل معايا عاوتاني بدينا خدامين وصل الوقت الغدا قال لك واحد شوية ونعاودو نكملو مشيت اسيدي خرج بقيت كنتسنى جوج سوايع حتى لديك الوحدة ونص تقريبا عاد كمل معايا عاوتاني الإجراءات بدا كيقيد كيعمر في المحضر عيطوا على العساس ديال الحومة مشيت أنا اللي جبت نمرتو والمسائل وكدا مشاو معايا جوج من الضابطة الجنائية جوج الضابطة القضائية جاو معايا جوج ديال الأشخاص جاو الكوميساري عيطوا ليهم مشاو معايا للحومة شافوا البلاصة فين كنت حاط الطونوبيل داروا معاينة تما كاينة بقاو تيشوفوا لا كاين شي كاميرات لا كاين شي حاجة يعني فين شي حاجة اللي وصلوا بها المشابه فيه فهمتش واخا يعني واخا داكشي يعني غادي معطل شويه ماشي داكشي ماشي سيغ بلاص غادي معطل يعني المهم ما داروش اللي هو انه خاصهم يلونسيو الحاله السارقه ما ديك هي اهم حاجه ما داروهاش هي الاولى من بعد رجعنا للكوميساريه كانت ديك الساعه الجوج ديال المكانه كملوا معايا الاجراءات عيطوا للعساس ديال الدرب مشي جبت النمره ديالو مسائل العساس ديال الحومه قال لك اسيدي انايا الطوموبيل مشات مع السبعة لارو قال لك انا مشيت مع الخمسه للدار الخمسه مشيت يعني هذا موضوع اخر هذا بعدا كاين بالنسبه للعساسه بانهم غيخوي البلاصه ديالو يعني مع الخمسه راه باقا الظلمه يعني باقا الليل يعني هذه بعدا كاين نقطه ملي رجعت لنا الكوميساري باش نكملوا الاقوال هذا الضابط كيلونسيها الو كيجيب التليفون واش فلان قال لكم على قبل الطوموبيل كذا كذا هذه يعني لا راه ما قالش لينا وكيفاش كيتسنى فيا انا وعلاش كذا وقعت واحد المناقشه بينه وبين داك السيد اللي لونسا الناس اللي غيلونسي لهم هذا الطوموبيل يعني حتى الجوج هذا كيلونسيو فيها ان شاء الله طلع الجوج راه الطوموبيل راه توصل غير بالنسبه للطوموبيل ما شريتها الطوموبيل شريتها من المحمديه عرفت حنا في المحمديه وشريتها في المحمديه الطوموبيل ما شريتها شحال من كونتاكت كيش خديت جوج كونتاكات عطاني السيد جوج ولكن اكتشفت بان واحد ما كيشبهش الاخر من بعد ملي رجعت حيت بقيت خدام بواحد من بعد ملي تحققت من الكونتاكات لقيت واحد ما كيشبهش الاخر يعني كاين واحد لا ديفيرا بيناتهم يخدم ما جربتوش انا حيت المده اللي خديتها قصيره باقي الطوموبيل انا ما حركتهاش خديتها بثلاثه تقريبا باش طلعت ثلاثه مع الوراق والمسائل بثلاثه باش طلعت يعني دابا حتى السياره اللي خديتها بثلاثه ديجي لا فيزيت داز فلا فيزيت لا دايزا فلا فيزيت الطوموبيل باقا نقيه ما غنقولوش الطوموبيل يعني يعني تصاور لا كلشي باقي فيها مزيان انا اصلا اكدت على شكون ما فيها لا بوراج لا كسيده لا شوف مضروبه في النوامات لا ما مضروباش لا والو كلشي فيها مزيان الطوموبيل باقا نقي واخا رجعوا قليل لا الكونتاكت ماشي دوريجين حيت الطوموبيل بحكم يعني المده باش خارج يعني الكونتاكت تبدلوا مع الوقت واخا ملي شكيتي في كونتاكت او لا مشيتي كونتاكت ماشي بحال وبحال الاخر ما حاولتيش عاود تواصل معاه مولينا غيكون عندك الرقم ديالو ما تواصلش مع مولاها وكذا وهذه ولكن قال لي ما يعني نشوش اسف ليا وقال لي بان او كيفاش فهمتش ديك الهضره ديال فهمتش يعني كندوي لك على الكونتاكت فاش لقيتيهم خالفين لا ما دويتش مع فهاد المساله لا لا ما دويتش مع فهاد المساله حيت هاد المساله هذيك اكتشفتها حتى من بعد حتى زادت واحد السيمانه تقريبا تسرقت سياره واش تسرقات ودازت واحد السيمانه فهمتي عاده حيت هذاك الكونتاكت الثاني شديته وحطيته في الدار انا ما عاودتش بقى عندي واحد هو اللي استعملته في ديك اليومين حيت انا الطوموبيل ميم با خديتها اثنين باقي ما مسورياش انا ما غنحركها ما والو ثلاث يلاه
نيطوايتها قاد ديتها المسائل حلقت على شويه في العشيه وجدت فات دوزان ديال الاس باش غنبدا الخدمه الغد ديال الاربع. شنو الخدمه ديالك اش كدير؟ كندير الانيمي اليوم اللي فهمتي لي طرافو ديال لي شونتي في لي شونتي اللي فو بلافو الانيمي اليوم دوبل كلوازو دومين عندنا واحد الدومين متعمق واحد شويه. واخا حطيتي الدوزان حطيتي كذا؟ حطيت فيها الدوزان وجدت فيها شي دوزان على اساس غدا خدام الاربع خدام. فقت في الصباح غادي نسخن باش ندي الدراري للمدرسه بعد الوليدات المدرسه ونشد طريق الخدمه ما كنلقاش كنتصدم. ما كنتصدم ما كايناش طوموبيل في البلاصه فين حطيتها مع العلم ان قدام الدار في شي بلاصه بعيده ولا في الخلا ولا قد وداك السيكتور عندنا حنا يعني ما كالم تخي كالم يعني ما عمر وقعت فيه شي سارقه ما عمر هذه مده ناس ساكنين مده 40 سنه ما عمر تعرضوا لشي سارقه. كنمشي كيقول لك حنا خدامين معاك حنا كنشوفوا حنا هادي مع علم ماشي هي الطوموبيل الاولى اللي غتسرق كون كانت الاولى نقولوا انا الضحيه الاولى يعني قبل مني قالوا لي بان قبل مني كاينين اربعه السيارات سينا موديل سينا فيات سينا وفيات بياليو وفيات اونو هادو كيتسرقوا قال لك كاينه عصابه ديال تخصها في الفيات يعني بحكم ان البياس قل ديالهم في السوق فهما فهمتي كيتسرقوا بزاف فهاد الايام هادي من شهر 9 الاحتماليه ديال لافيراي وديال البياس ديال طاج. انا سولت على هذا الشيء سولت رجال الامن على هاد المسائل اللي هما الناس اللي كيبيعوا هاد البياس ديال الطوموبيلات وشنو الاجراءات اللي كديروا معاهم يعني شنو واش كاين شي حمله تطهيريه من جهتهم كاين شي مراقبه يعني شي واش كتراقبوا لي فاكتور ديال ذوك الماطر اللي كيجيبوا الكاركاسات ديال الطوموبيلات يعني البياس يعني بزاف راه بنادم دابا ولا لايف كيفرشك طوموبيل في اللايف دير فيديو كيفرشك طوموبيل اللي خاصاتو هادي اللي خاصاتو هادي اللي خاص يعني هذاك الشيء هذوك الطوموبيلات المصدر ديالهم يعني بغينا نعرفوا المصدر ديالهم واش عندهم شي واش كيجيبوهم بواط شائق واش كيجيبوهم يعني ب ب بهذا بفاكتوراش يعني ولا كيتسرقوا سيارات وكيتفصلوا عندهم فوالا يعني يعني هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا ماشي خدمتنا حنا خدمتهم هما لا نورمال خاص تكون مراقبه لهذا الشيء كامل. شنو وصلتي في الاجراءات ديالك؟ الاجراءات باقي ما كاين حتى شي حاجه اخويا باقي ما تبين حتى شي حاجه ما كاين والو الملف كاتي كنمشي كيوريني واحد الدوسي في سرقه السيارات كيقول لي الملف ديالك راه حنا خدامين فيه كذا هادي كذا كذا ما كاين حتى شي جديد يعني فضل يعني شنقول لك يعني انا كاين اللي كيبان ليا بان ملي بان الحق ديالك ملي كيتسرق في المدينه ولا في البلاد ككل يعني 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 مستحيل انهم يعطيوهلك يعني هذا الشيء اللي كيبان لي انا كنت كنظن كنشوف الامن وكنشوف هذا الشيء وما عمرني تعرضت لشي شحال سارقه وما عمرني وصلت عندهم ما عمرني كنقول لا يوصل شي واحد لعندهم يعني الوقت اللي انا وصلت للامن وكنت واخد واحد الفكره هذاك الشيء اللي كنشوفه يعني السي الحموشي والله يخلي السي الحموشي والناس كتشكر السي الحموشي على الامن وعلى هذه يعني ملي وصلت وقفت على الامن لقيت راسي يعني فهمتي يعني ما داروا معايا حتى شي حاجه حتى شي حل ما داروا معايا يعني رسالتي اخويا كنوجهها للسي الحموشي وجلاله الملك محمد السادس.